يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كوني جميلة وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة شيق جدا 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 ومفيش بنت ما بتحبوش. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الميك اب. مين فينا ما بيحبش يحط ميك اب؟ حتى لو انت ما بتحبش تحط ميك اب او ما بتحبش تحطي ميك اب هتحطي حاجات رتوش بسيطه جدا، اكيد معظمنا بيحب الميك اب. عايزه اقول لكم ان ساعات بنقابل بعض الحيره لو احنا مثلا نازلين رايحين فرح او رايحين خطوبه او رايحين سهره او خارجين مع اصحابنا. ساعات بنقابل بعض الحيره ان احنا مش عارفين ايه الميك اب المناسب للخروجه دي او ايه الميك اب المناسب للسهره دي او ايه الميك اب المناسب للفرح ده. عايزه اقول لكم ان هيكون معانا ومعاكم النهارده ضيفه جميله جدا هتنورنا في الحلقه، وهي احسن ميك اب ارتست الصراحه انا شفتها لحد دلوقتي، استاذه ولاء طه. ازيك يا ولاء؟ ازيك عامله حبيبتي؟ ايه؟ بخير الحمد لله. لان علي صوتنا شويه بقى عشان الناس تسمعنا. اوكي. عامله ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. قبل ما نخش النهارده بقى في موضوع الحلقه، انا عارفه ان انت مش هنخش في السؤال ده، خلينا الاول نعرف الناس مين هي استاذه ولاء طه. انا بقالي 4 سنين في المجال. الحمد لله حصلت على عدة ماستر كلاس تمام وعلى عدة كورسات. طبعا الموضوع بدأ معايا عن طريق الصدفة. ازاي بقى احكي لنا؟ والله انا ما كنتش خالص عايزه اكون ميك اب ارتست، يا سبحان الله، يعني هي جت معايا صدفة جدا. صاحبتي ميك اب ارتست وكانت عاملة كورس كده صغير، فانا حضرت معاها عن طريق الصدفة، ان انا بس بتفرج هي بتقول ايه وبتتكلم في ايه وكده. لقيت نفسي ان انا خدت شوية خبرات منها، وانا اوريدي بحب ارسم وكان عندي خبره في الميك اب بسيطه يعني. حلو. فجيت يوم التطبيق طلبت منها ان انا اطبق مع البنات الموجودين، مع اني ما كنتش مشتركه في الكورس. فبالفعل لما طبقت هي انبهرت بالنتيجه وقالت لي شغلك حلو جدا، ما ينفعش ما تكمليش. ادتني يعني طاقه ايجابيه ان انت لا حلو وكملي حلو الطاقه الايجابيه في جدا الحاجات دي جدا. بتنفع. فطبعا بدات افكر في موضوع بطريقه تانية خالص، ان انا طالما بحب الون وبحب ارسم ليه ما اجربش وتبقى تجربه يعني. حلو. وفعلا خدت الخطوه وجربت وسبحان الله مشيت بقى كده ابتديتي معايا. بالكورسات ابتديت بالكورسات. صح كده؟ انا اعرف ان انت قعدتي سنتين بتاخدي كورسات، بالظبط، صح وما كده؟ زلت لسه باخد. ولسه لحد دلوقتي ما بتخلصش الكورسات؟ لا بصي، هو المهنه بتاعتنا ما بتشبعش، لانك لازم كل فتره تطوري من نفسك. طبعا انا مستوايا من سنتين غير دلوقتي خالص. بتختلف في تكنيكس الميك اب، ان انت بتاخدي من كل واحد بتاخدي منه حاجه، يعني طريقه شغل فلان وفلان غير كله غير بعض يعني. فانا خدت 6 ماستر كلاس مع كذا حد من كذا دولة، يعني من البحرين ومن لبنان ما شاء وكويت الله ومصر. ما شاء الله. فاخدت شوية لوكات بقى اللبناني والخليجي والمصري يا جماعه وبقى انا عايزه ميكس اقول لكم يعني. ان هو بص واضح يعني على الميك اب بتاعها الجميل اللي عامله لي الميك اب النهارده الصراحه. طيب حبيبتي ولاء، انت اتخصصتي خصوصا في البشره السمراء، اشمعنى اتخصصتي بالذات في البشره السمراء؟ بصي، هي برضو عن طريق الصدفة جدا، وطبعا احنا البشرة السمراء مش اي حد يعرف يطلعها بشكل كويس او بيظبط درجة اللون. فانا من اسوان، فطبعا بحكم ان انا صحابي وقرايبي وكلنا بشرتنا لونها قريب من بعض، احنا بنخاف ناخد ريسك ونروح عند اي حد يبوظ لون بشرتنا في يوم فرحنا او في اي مناسبة فنطلع بشكل مش كويس. هاي. فبالتالي لما انا بدات اجيب ماتيريال بتاعتي من اماكن معينه متوفر فيها الفاونديشن والالوان اللي تليق على بشرتنا، لان في مصر مفيش الوان غامقه بدا يبقى فيه دلوقتي، انما قبل كده ما كانش فيه. يعني كنت دايما بتلاقي اغمق حاجه اللي هي الدرجات الخمريه او انما درجه بتاعتنا احنا ما كانتش موجوده. حقيقي. فكان في ناس بيجيبولي من بره مصر بدرجات شويه غامقه او دارك شويه، فكانت بتدي اللوك شكل كويس. فبالتالي لما البنات لقوا ان انتي شاطره او بتظبطي الدنيا في الحته دي بقيت واخده السكه دي شويه يعني. حلو قوي، وخصوصا كمان ان دلوقتي اللوك الغامق طالع موضه. بالظبط. يعني في ناس انا بشوفها ما شاء الله بتبقى التان. لون بشرتها فاتحه وبتروح تعمل لون الهول برونز مثلا، لون اغمق من بشرتها مثلا درجتين ثلاثه، ده يعني ده بيعتبر مثلا نوع من الموضه الايام دي، صح كده؟ بالظبط، هو ما بقاش موضه انك تفتحي لونك يعني حتى لو درجه واحده مش حلو يعني. هو الاحسن تبقي تان، بيظهر احلى في الصور واحلى في الفيديو، بيبقى الموضوع مختلف. تمام. وبعدين يعني دايما كانت ناس عندها ثقافه ان البنت السمراء مش حلوه او ما بيلاقيش عليها ده الوان السمار او نص الجمال. حبيبتي، فكان دايما يقولوا ما بيلاقيش عليهم الوان كتير، بس بالعكس دلوقتي المطلوب اكتر في الموديل او في اي مجال البنت السمراء. يعني كل الميك اب ارتست دوروا على السمراء عشان يحطوا لها ميك اب ويجربوا يحطوا الوان عليها يعني. الله، بجد هتبقى حلقه ان شاء الله حلوه وجميله بيكي النهارده. بس حبيبتي اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل بسيط وراجع لكم على طول.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وموضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن الميك اب. اي حد يا جماعه عنده سؤال او عنده استفسار عن اي حاجه تخص الميك اب، سواء كانت بشره فاتحه سواء كانت بشره غامقه، يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. رجعنا لك تاني بقى يا استاذه ولايه، وعايزه اقول لك ان في ناس ما تعرفش الاختلاف ما بين الميك اب الصباحي والميك اب المسائي. يعني انا ساعات ببقى عايزه اخرج الصبح بس مش عارفه يعني احط ميك اب تقيل احط ميك اب خفيف وهكذا برضو بالليل، ف اميز ده ازاي او افرق ما بين ده ازاي؟ هو بالنسبه للميك اب النهار طبعا يفضل ان احنا ما نحطش حاجات كتيره او الوان قويه. طبعا احنا في ناس كتير بتبقى متعوده على الميك اب زي طلبه الكليات او الموظفين او اي حد بينزل كل يوم بيبقى عايز ينزل بشكل كويس، فبنحط بي بي طبعا عشان هو في نسبه سامبلوك او في نسبه حاجه واقي من الشمس، وفي نفس الوقت في طبقه فاونديشن تحمي بالظبط بيكون عامل حمايه وفي نفس الوقت بيوحد اللون. تمام. يفضل برضو بلاش كونسيلر فاتح قوي الصبح وبلاش كونتور كريمي اللي هو ما ننحتش قوي ملامح الوش، نسيب الوش بيور. حلو، بس ده ما بيأثرش يعني مثلا لما بحط مثلا فاونديشن الصبح مثلا على البشره ما بيأثرش مثلا مع الشمس هو على طبعا البشره لو بتاعتي؟ انتي حاطه حاجه فيها نسبه حمايه من الشمس مش هيأثر، انما لو استخدمنا فاونديشن صافي كل يوم مش كويس، مع الوقت بيعمل مسام في الوش وبيعمل حبوب لان برضو الشمس بتبقى مفتحه المسام قوي وانتي حاطه حاجه فبيبقى مش كويس مع البشره. حقيقي انا بشوف الناس ويفضل بتبقى نازله طبعا كده الصبح فعلا حاطه لا 2 طبعا كيلو مثلا ميك اب في لا وشها طبعا غلط وبتتعرض جدا. للشمس وفي الاخر يجي يأثر على وشها تقول لك انا مش عارفه انا وشي باظ من ايه. لا هو بص الفكره انه لازم يكون في روتين ان هي لما تيجي من الشغل او تيجي من المكان اللي هي كانت فيه تبتدي تنظف وشها بطريقه صح، عن طريق بقى استخدام غسول يكون مناسب لبشرتها، عن طريق تونر تقفل بيه المسام تاني، ويفضل برضو ان ما يكونش فيه باودر كتير الصبح، الكومباكت باودر كل يوم غلط، فلو لوس باودر مع بي بي هيبقى حلو قوي، حلو قوي. وتكون رسومات العين خفيفه يعني ما يحطش بقى سموكي، ما نحطش كحلي اسود، ما نحطش الوان واضحه، يعني كل ما تكون الوان هاديه كل ما يكون اللوك طبيعي اكتر وشكله حلو الصبح. حلو قوي ده الصبح. ده الصبح. بالليل بقى يفضل طبعا لو انت بتختلف، لو رايحه مناسبه، لو خارجه مع اصحابك، لو مثلا حاطه ميك اب اللي هو العادي فبتختلف في كده، ان لو مناسبه لازم نحط حاجه فول كفر عشان تثبت معانا مع طبعا احنا افراحنا المصريه بيكون فيها زحمه كتير وفيها سلامات كتير، فمع التجمعات دي بيبتدي الميك اب يقل يعني تدريجيا، فبنحط حاجه فول كفر. انما لو مثلا خروجه عاديه مع اصحابنا ممكن ميديم كفر حاجه بس تغطي الاجهاد اللي في البشره، العيوب اللي احنا عايزين ما تبانش بالليل، ورسومات العين برضو تكون في الخفيف يعني ما تكونش حاجات تقيله. حلو جدا. طب هل الماتيريال بتفرق في مكياج العروسه سواء كان مثلا سواريه او كان خطوبه؟ طبعا بتفرق جدا، يعني دايما حتى لما حد يجي يحجز مثلا معانا بيستغربوا جدا فرق في ليه الاسعار. بالظبط، ليه العروسه اغلى؟ طبيعي ان العروسه مش هينفع احط لها حاجه مثلا، يعني لازم الكحل يكون حاجه لونج لاستنج، لازم الفاونديشن يكون ثابت قوي، لازم الماسكارا ما تسحش منها لانه وارد ان عروسه تعرق، وارد ان هي مثلا من الفرحه تبكي شويه او تبقى الفرحه واخداها فلازم يبقى حاجه ثابته، فبيكون الماتيريال بتاعت العروسه مختلف عن السواريه. بالنسبه للسواريه طبعا ممكن يبقى الحاجات ميديم كفر اكتر عشان يبان الفرق بينها وبين العروسه، ما نحطش الاثنين فول كفر، يعني ساعات مثلا تجي لي عروسه واختها ما ينفعش الاثنين يحطوا نفس الماتيريال، ما ينفعش يخرجوا هيبان. بنفس الحاجات بالظبط، انت هيبقى عايزين العروسه دي تكون حاجه مختلفه كده مختلفه ليها لوكايه مختلفه بالظبط، كده ما حدش ايه ولازم يكون يتقارن بيها. الفاونديشن شويه ثابت قوي معاها مهما حصل ما يتحركش من مكانه ولا يخطط ولا يشقق ولا يتحرك، لان ده بيبقى حاجه طول الليل بتبقى هي في حركه وفي تجمعات البنات حواليها، في حاجات كتير لازم يبقى الدنيا كويسه. طيب لو انا قلت لك مثلا ايه هي النصايح اللي انت بتبتدي تديها للعروسه قبل ما يعني قبل ما تجيلك بقى قبل يوم الفرح، يعني اكيد في نصايح كده بتديها لها على اساس ان هي مثلا تجيلك بشرتها تكون صافيه او كويسه وانا شكلها طبعا صحي بقابل وجميل. كتير جدا ان في عرايس بيكونوا قبل الفرح في توتر شديد جدا مش حقيقي. بيناموا كويس، وبيكونوا طبعا حركه طلوع ونزول كتير عشان بيفرشوا شقتهم بيعملوا حاجات، فبتبقى بتنزل في الشمس كتير مع الاجهاد وقله النوم، بيكون بقى في هالات ظهرت، بيكون في حبوب طلعت فجاه، في تصبغات ما كانتش كانت موجوده قبل كده، فانا دايما بنصحهم ان هم يحاولوا يريحوا قبل الفرح على الاقل ب 10 ايام، ما يكونش في خروج كتير،
وعلى قد ما تقدر طبعا تشرب ميه وتاكل حاجات طبيعيه وعصاير وسوائل كتير. بفضل يكون في سكراب قبل الفرح طبعا بيوم او بيومين، تعمل سكراب تحط مرطبات كويسه. لما بيكون البشره كويسه بيساعدنا جدا ان اللوك يطلع كويس، العروسه تطلع احلى يعني. طيب ساعات بنشوف عرايس تبقى عامله ميك اب حلو قوي، داخله شكلها لطيف جدا القاعه، تمام، بعد الفرح مثلا ساعه ساعتين كده تلاقي ان ابتدت في دهون، اوكي، بتظهر على وشها في الحتتين دول بالذات، والحته دي والحته دي، والميك اب بيبتدي يبوظ. بصي، هو ده بيكون ليه احتمال من اتنين، يا اما الماتيريال اللي حطيتها يعني مش كويسه مع بشرتها او مش مناسبه لبشرتها، يا اما هي وشها بيفرز دهون زياده عن اللزوم. والناس اللي انا بالنسبه لي بتعامل مع مع العروسه اللي وشها بيفرز كتير، بحاول اقلل في الماتيريال قوي. يعني ما ينفعش يبقى الوش بيعرق جدا واحط فاونديشن فول كفر او احط حاجه تقيله، فطبيعي الوش لما بيلاقي ان في حاجه قافله النفس فيه او قافله يعني مش قادر يتنفس، فبيبتدي يعرق اكتر عشان يتنفس بشكل اكتر. فبنحاول نقلل الماتيريال وبنحاول نحط حاجات تهيئ البشره للميك اب. يعني انت بتعرفي تميزيها، صح كده؟ طبعا قبل ما العروسه بتقعد بسالها انت بشرتك بتعرق كتير، بشرتك جافه، وابتدي المس بشرتها بايديا، وانا بحط البرايمر بحب اوزعه بايدي عشان احس بملمس البشره. طبعا بيبقى في خطوات اساسيه قبل كل يعني قبل ما ابدا الميك اب، بيبقى في كذا خطوه كده بعملهم حسب نوع البشره، سواء بقى بنوحد اللون، سواء بنرطب، سواء بنقفل مسام، بنحط حاجات تهيئ البشره للشغل. حلو جدا. طيب في بعض الناس ما بتعرفش تميز بشرتها دي دهنيه ولا جافه ولا طبيعيه. لو قلت لك مثلا إيه، لو عايزين ندي مثلا كل واحده بس نبذه بسيطه كده بتتفرج علينا، ازاي تعرفي نوع بشرتك؟ بصي، هو بالنسبه للبشره الدهنيه عموما بتكون اولا فيها مسام مفتوحه، يعني غالبا بيكون عندهم مسامهم واسعه بتاعت البشره، وبيكون في طبعا حبوب. وغير كده بتلاقي اول ما تصحى من النوم بتبقى طول الليل نايمه غاسله وشها كويس، مفيش حاجه، بتصحى بتلاقي دهون على منطقه الانف والجبهه ووشها فارز، بيفرز زيت. فطبعا افراز الزيت الكتير ده معناه ان البشره دهنيه. بالنسبه للبشره العاديه او المختلطه او الجافه، بنعرف ده عن طريق ان احنا لما بنجيب كلينكس او منديل ونحط على الوش نلاقي المنديل طالع ناشف، ما فيهوش دهون، حلو، ما فيهوش زيت. اسمعوا يا جماعه المعلومات دي عشان المعلومات دي مهمه جدا جدا. طبعا احنا كمان بالنسبه لينا في مصر عموما اغلب البنات بشرتها دهنيه، تمام، او بنسبه مثلا 80%، بحكم بقى العوامل الجويه بتاعتنا وبحكم الجو بتاع مصر عموما، فاغلب البنات بيكون وشها بيعرق كتير جدا في الايام العاديه يعني. فده بيكون ليه روتين معين تمشي عليه عشان الموضوع ما يزيدش منها ويبتدي يطلع حبوب ويطلع مسام وتلاقي الموضوع ملوش حل بعد كده. تمام. في ناس بيبقى عندها بعض الحبوب في وشها لما بتيجي تحط ميك اب فما بتعرفش تخفيها، يعني مثلا مهما حطت ميك اب الحبوب بتفضل باينه وظاهره، هل في طريقه معينه مثلا اقدر ان انا اخفي فيها هو الحبوب؟ يعني في حاجه انا خدتها في الكورسات، طبعا دي بعد خبره كام سنه من الكورسات والماستر كلاس، ان الحاجات الحفر والبارزه في الوش ما بتختفيش، بتختفيش عن طريق العين بالعين، انما بالكاميرا بتختفي. يعني لما تكون عروسه عندها حبوب كبيره قوي مستحيل تختفي، بس بنوحد اللون على قد ما نقدر، بتيجي في الكاميرا ما بتكونش باينه، بس وجها لوجه بتبان. طبعا عشان كده بنقول نهتم ببشرتنا ونعمل حاجات كويسه للبشره قبل الفرح عشان خاطر الدنيا ما تبقاش فيها ديفوهات. طب قولي لي يا ولاء، هل رسومات العين لما تيجي مثلا تعملي ميك اب للعروسه، تمام، في رسمه مثلا بتختلف عن رسمه، يعني مثلا لو العروسه دي عينيها ضيقه والعروسه دي عينيها واسعه، لو عملنا الرسمه الضيقه الرسمه اللي هي مثلا يعني معينه على العين الضيقه دي وعملنا نفس الرسمه على العين الواسعه بتختلف؟ هو عموما كل عين ليها رسمه، ما ينفعش نبقى حافظين يعني نحط كل يعني ما ينفعش حاجه نبقى حافظينها نطبقها على كل الناس. في ناس عينيها مبطنه ما عندهاش جفن زي التشاينيز او الناس اليابانيين كده، عينيهم ما فيهاش جفن يترسم يعني، فدول يفضل يتحط لهم لون واحد بس من الاي شادو. ما ينفعش نحط كذا درجه وندمج ونحط مثلا سموكي والكلام ده، مش هينفع خالص معاهم، فبنحط درجه واحده يا اما طوبي يا اما الوان ترابيه، حاجات ما تبقاش تخلي الشكل مش مقبول يعني. العيون الواسعه او اللي عندهم جفن دول طبعا بيليق عليهم اي حاجه، وبنقدر نلعب في عينيهم كويس، سواء بقى بسموكي سواء بكات كريز، بنحط الوان كتيره فوق العين. بس عموما انا ما بحبش احط اكتر من 3 الوان، يعني حتى لو العين واسعه ومساعداني بنبدا العين باللي هي الالوان الترابيه او الالوان اللي هي اللي بنعمل بيها كسره العين، وبعد ما نحط معاها درجتين. ثانيه واحده، ايه هي بقى الالوان الترابيه دي؟
الالوان الترابيه هي الالوان اللي هي مايله للبيجات، تمام، البني، الاورنج، هو في كذا نوع للالوان. في كذا لون طب من الناس مش الالوان. عارفه، احنا ممكن نعرفهم بقى عشان يبقى عندهم برضو هي فكره. الالوان الترابيه طبعا دي لازم بنبدا بيها اي حد، يعني اي رسمه عين بنبدا بيها في كسره العين او في الكريس بتاعت العين، حلو قوي. عشان تدي زي ظل او خيال لشكل العين، فبيدي وسع. طبعا بتكون درجات كتيره جدا، وبتبقى في كل دلوقتي في كل علب الايشادو موجوده درجات الالوان الترابيه. انا بفضل على السمر ان انا احط الالوان البيجات او البنيات او الطوبي، بتبقى حلوه قوي معاهم. في ناس بتحب تحط الاورنج، في ناس تحب تحط الالوان اللي هي الناريه اكتر يعني، حلو. فبتختلف حسب اللوك اللي انت هتعمليه. طب بما ان احنا بقى بنتكلم عن الاشادو، طيب ايه اكتر الوان بتحط يعني بتكون حلوه وملائمه وماشيه مع البشره السمراء؟ هو السؤال ده طبعا اتسال كتير جدا، بس انا شايفه ان البشره السمراء اي حاجه بتليق عليهم، اي لون بيليق على السمر يعني انا مثلا لو حطيت لون اسود مع بشره سمراء هيبقى تحفه، بس فعلا لو اتحط صح يعني الغوامق مش هتغمق خالص في حلوه. الشكل بصي، اي لون في الدنيا، بالعكس انا عايزه اقول لك ان الالوان بتظهر على البشره السمراء اكتر من البشره الفاتحه، الله. لان يعني الميكس سبحان الله، يعني بتحسي ان في ميكس بين الالوان. لما بتحطي الوان غامقه زي ما حضرتك قلتي بتظهر جمال العين اكتر. وانا شايفه ان يعني اللون لو اتحط بطريقه صح وتوزع صح، وكان الماتيريال درجاتها كويسه، بتليق جدا على اللون الاسمر طبعا. يعني ما فيش حاجه اسمها اللي يليق على الاسمر واللي على الابيض. حلو جدا. طب قولي لي يا ولاء، لو انا مثلا عروسه، تمام، وفرحي كمان يومين، هل لو انا رحت عملت تنظيف عميق للبشره، تمام، تنظيف عميق، هل بيفرق بعد كده في شكل اللوك بتاعي وانا عروسه؟ هو ما ينفعش قبلها بيومين، فعلا. لازم على الاقل قبلها بعشر ايام. لو تنظيف عميق اللي هو بقى ليزر وبخار وساونا والوش عموما، بتكون المسام متفتحه لمده اسبوع. فانا لو عملته قبلها بيومين وجيت يوم الفرح عملت ميك اب الفرح، هيبقى الوش بيفرز اكتر دهون، فهيبوظ الدنيا معايا. اسمعوا المعلومات دي يا جماعه، عشان لازم المعلومات على دي الاقل اسبوع مهمه او جدا عشر جدا. ايام لازم قبل نقعد على الفرح. الاقل من اسبوع ل 10 ايام عشان بالظبط نريح البشره بالظبط، بتاعتنا. ويكون المسام رجعت لوضعها الطبيعي يعني. حلو جدا. اعزائي المشاهدين، خليكم معانا ومكملين معاكم حلقتنا النهارده ان شاء الله، ولكن هنطلع فاصل بسيط ورجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم النهارده حلقتنا. منورنا النهارده في البرنامج وفي الحلقه استاذه ولاء، احلى ميك اب ارتست في الكون، ومعانا النهارده كمان ضيفه جميله، الموديل هاجر. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منورانا. الله يخليك. ولاء، احنا عملنا البيزكس بتاعت الميك اب. احنا طبعا بالزبط. يا جماعه احنا ما عملناش ميك اب كامل، احنا عملنا حاجات بسيطه طبعا عشان وقت البرنامج، تمام، وقلنا هنكمل بقيه الميك اب دلوقتي قدامكم ايه على الهواء. يلا نكمل. يلا بينا. يلا بينا. طبعا انا هنا هاجر، نشرح بقى احنا عملنا ايه للناس، تمام، يعني ايه اللي احنا حطيناه في البدايه. تمام. انا طبعا عملت لها فاونديشن ميديوم كفر، لان ده لوك سواري او سهره مش عروسه طبعا. تمام. فانا عملت البيزك بتاع، حطيت برايمر طبعا سيليكون عشان هي مسام عندها شويه مفتوحه. تمام. او بشرتها دهنيه، فاستخدمت برايمر سيليكون وحطيت فاونديشن ميديوم كفر. خلصت رسمه العين وخلصت الحواجب، ما عملتش الكونتور وما عملتش الهايلايت والرجو والروج عشان يبقى قدام المشاهدين. حلو قوي، ان شاء الله اللوك يعجبهم باذن الله. طب يلا بينا. يلا بينا. انت حاطه اي شادو من فوق، يعني انا شايفه ان هو لايتنج شويه بيلمع. بالظبط. ده انا عشان يتماشى مثلا ان هي رايحه مناسبه سهره. بالظبط، صح يعني كده. هو الالوان المط بحسها اكتر يعني هي مش وحشه. بس انا عموما بميل للالوان البرونزاج او اللايتنج شويه. حلو قوي. فانا هعمل لها دلوقتي الكونتور. هي هاجر عندها ما شاء الله الشيب بتاعها حلو جدا ما شاء الله، بس مشكله في عظمه في المناخير، فاحنا هنحاول نداريها على قد ما نقدر. تمام. انا هستخدم كونتور ستيك
كريمي. يعني في حاجات بنستخدمها ممكن يعني تداري العيوب، بتاعت البشره طبعا كده. طبعا انا هستخدم كريمي عشان يكون واضح اكتر وثباته اكتر معاها. في اللوك العادي او الخروج العادي بلاش نستخدم كريمي لانه بيبقى ناحيه الوش قوي. فاحنا بنيجي من عند منطقه الاذن العظمه اللي هنا وبننزل بالراحه خالص بالكونتور زي ما حضرتك شايفه، وبنيجي الناحيه الثانيه نفس الكلام. ركزوا يا جماعه في الكونتور. تمام. وانا عايزه انحت شويه الجزء ده. بصي خدي بالك انت مديه دلوقتي بس يعني ده اوكي خلينا نظبط بس. طيب احنا خلينا الاول نطلع فاصل نظبط بس الكادر بعد كده نرجع تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وراجعين تاني مكملين معاكم حلقتنا. ارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم النهارده ان شاء الله حلقتنا. وزي ما قلنا قبل الفاصل ان احنا معانا الموديل الجميله هاجر، عملنا ميك اب صغير كده، مش ميك اب، عملنا اساسيات في الوش. تمام. بس هنكمل دلوقتي ان شاء الله الميك اب مع استاذه ولاء خبيره التجميل. ومعانا دلوقتي هاجر، هي هنبتدي دلوقتي تحط الكونتور. وركزوا بقى في الكونتور لان في ناس كتيره قوي ما بتعرفش الكونتور ده بيتحط ازاي على الوش، واولهم انا على فكره. فانا هستفاد معاكم. احنا دلوقتي كنا عملنا التحديد الخد عشان نرفع الخد لفوق. تمام. هاجر عندها الجزء ده رفيع شويه، فانا هحاول اضم من هنا ومن هنا. تمام. عشان يدي نفس المستوى، فهاخد خط بسيط قوي من عند عظمه الدقن هنا. ونفس الكلام الناحيه الثانيه. طبعا انا عايزه اظهر عندها طبع الحسن ده، فهبتدي احط حاجه بسيطه هنا. هاجر عندها هنا عظمه شويه في مناخيرها، فهنداريها. احنا قلنا ان في مواد يا جماعه بتقدر تداري اي عيوب في الوش. اللون الغامق هو عامه بيعمل زي خيال كده، بيصغر المكان. هاخد هنا سي بسيط وهنا بسيط عشان ارفع شكل المناخير بالشكل ده. تمام. احنا كده خلصنا، هندمج بقى اللون. حلو. بالنسبه بقى لاستخدام الفرش دي، في مثلا فرش معينه بتستخدميها للكونتور، وفي مثلا فرش تستخدميها للرجوع؟ لا طبعا ممكن اقدر استخدم كله عادي يعني بفرشه واحده. كل حاجه ليها حاجه عشان خاطر الدنيا تبقى مظبوطه، لان لو استخدمت كله في حاجه واحده مش هيبقى نفس النتيجه. ان الفرشه تكون اولا الكونتور لازم فرشته تكون يعني زي كده، اقصد يعني ان الفرشه عليها عامل مضبوطة. في التوزيع طبعا اكيد اكيد. وحتى العين يعني ما ينفعش استخدم فرشه واحده للعين. تمام. الدمج كمان ليه كذا درجه وكذا مستوى وحسب حجم العين والمساحه اللي فوق العين. جدا. هاتي هنا احنا بنحاول نوزع بالطبطبه. مش بنمسح لان احنا اوريدي حاطين حاجات في بشرتها، لو مسحنا هنشيل كل اللي احنا حاطينه. فبنطبطب بالراحه. عشان الناس ما بتعرفش ايه الفرق ما بين الطبطبه وان احنا نمسح. لو مسحته يا جماعه لازم نطبطب بالراحه، هبوظوا كل اللي انتوا بنيتوه من تحت من البدايه. انا عشان عايزه ابين العظمه اللي في الانف هنا هحط لون فاتح شويه. ما شاء الله. يعني عشان نظهر بس العظمه بتاعه الانف، وبالطبطبه بالراحه برده كله طبطبه. عشان نبين بس ان العظمه دي عملت شويه فرق. يعني كويس. تمام. بنيجي بنفس الاسبونشه وبنطبطب على اللي احنا عملناه عشان ندمجه مع الفاونديشن ويبقى اللون كله داخل مع بعض. تمام. مفيش مشكله ضغط. تمام. احنا سايبين الجزء اللي تحت ده عشان هدمجه في فرشه رفيعه. ده هتدمج ده في الاخر بقى خالص بعد ما تخلصي طبعا فيه. لازم فرشه رفيعه، لو كبيره شويه هتكتر قوي الغامق اللي تحت. فاحنا بدي بالراحه بندمج. عشان كده بنقول يا جماعه كل حاجه ليها فرشتها. تمام. هاجي بعد كده هجيب فاونديشن. هجيب سوري كومباكت باودر، دي فينش تحط اخر حاجه خالص. انا كنت حاطه لها لوس باودر عشان اثبت الفاونديشن في الاول. تمام. فهاجي باودر مضغوطه او كومباكت باودر برونزيه شويه، هطبطب بيها تحت العين والاماكن اللي انا مش عايزاها تعرق. اوكي. يعني دي بتمنع العرق.
صح كده؟ بالظبط بالظبط انا كنت بتكلم معاكي في الحلقه ان ساعات بنشوف عرايس بتعرق من الحتتين دول، فده بالظبط، بيكون مانع مثلا ان هم يعرقوا مثلا اثناء بيثبت شوية الفاونديشن وبيمنع ان هو ينزل مية كتير، البشرة تنزل عرق او مية كتير، فبيثبت شوية الفاونديشن انا شايفاك ان انت وبيقفل بتوزعيهم في مسامح. اماكن معينه بس بالظبط، مش على كل البشره. لا مش على كل البشرة، بحط في الاماكن اللي انا حاسة عندها ان هي بتعرق. تمام. طبعا بحكم ان انا اشتغلت قبل ما ابدأ معاكي فانا عارفة هي بتعرق منين، لان انا زي ما قلت لك بوزع البرايمر بايدي، فبعرف ايه الاماكن الدهنية وايه الاماكن الجافة اللي عندها. طبعا احنا كنا عاملين تحت هنا في منطقة الدقن عشان نعمل شيب شوية في البشرة او في الوش، فهنبتدي نوزعه. دي بقى فرشة أعرض شوية. اه دي فرشة اعرض شوية، وبرضو بنحاول ما نمسحش قوي عشان خاطر الدنيا ما تبقاش شلنا اللي احنا حطيناه، كله بالطبطب. كله بالطبطبة وبنمسح بالراحة، يبقى حلو ايدينا جدا. حنينة جدا. تمام، تمام. هبتدي بقى اختار لها لون روج يكون مناسب ليها. احنا حاطين فوق العين درجات طوبي او احمر شويه كده، فانا هحط لها روج فاتح، مش هينفع يبقى روج غابي عشان ميبقاش اللوك كتير يعني. يبقى ماتشنج وفي نفس وهنا الوقت كمان يكون اخترت ارتاح لها شويه. رموش، لو حضرتك خدتي بالك انا خدت رموش هنا اللي هي قصيره من قدام وطويله من ورا عشان توسع لي العين شويه وتديها شكل، تديها سحبه. الرموش بتختلف على حسب العين، اه طبعا يعني مش اكيد، كل الرموش، يعني الرموش بتاعتها دي ما ينفعش مثلا تليق على عيني، صح؟ لا طبعا هي عايزة عين شوية واسعة، ها. ولما نكون عايزين العين تبقى شوية نعسانة او شوية يعني رايقة كده، فما ينفعش نحط رموش حتة واحدة. حلو جدا. وغالبا العيون الواسعة ما شاء الله بيليق عليها اي حاجة، بس لما تكوني محتاجة تعملي لوك معين تختاري على شكل الرموش. يعني هاجر انا عملت لها كذا مرة مش اول مرة، وكل مرة رسمة العين بتكون مختلفة لان احنا بنغير شكل الرموش. تمام. طب بالنسبة بقى الروج اللي انت بتحطيه دلوقتي ده، في ناس مثلا تيجي تحط الروج بتاعها يثبت ساعة اتنين، ومجرد ما هي بتشرب اي حاجة، مية ساقعة، مية سخنة، تاكل اي حاجة، الروج بيتمسح ما بيفضلش ثابت. هل في مثلا حاجة معينة احنا بنعملها اثناء واحنا بنحط الروج بتاعنا بتثبته مدة طويلة هو مثلا؟ طبعا حسب، اولا الروج لما يكون مط بيكون ثابت اكتر من اللي هو فيه نسبة جلوس، فلو الروج مط عموما بيبقى اوريدي مش محتاجة حاجة تثبته تاني. تمام. بس في تكنيك كده ممكن نعمله، ان احنا نحط لوز باودر فوق الروج عشان نثبته اكتر. يعني احنا بعد ما يعني بنخلص نحط روج الأول، صح؟ بالظبط بعد كده نحط نحط الروج، وبعدين بكومباكت باودر او لوز باودر بناخد بسبونشة بالراحة ونطبطب كومباكت عليه، باودر فوق الروج، بعد كده بنطبطب عليه نحط كده. روج تاني، طبقة روج لا 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 تاني، ما نحطش تاني عشان ما بتبقى طبقة يشقعش. أخيرة يعني. بالظبط بيكون طبقة أخيرة. تمام. احنا في عندنا برضو تكنيك ان احنا ممكن نعمل كونتور للروج قبل ما نبدأ لو عايزين نكبر شوية الشفايف، فانا هكبر لها شوية شكل شفايفها، بتكبر بالكونتور. ها، بتكبر بالكونتور، فانا هاخد لون بني وهعمل لها بيه شوية تمام. شيب او حاجة اكبر شوية. ساعات بيبقى عندنا احنا بندردش كده، ها، وانت بتعملي ميك اب عشان ايه الناس ما تسرحش مننا. ساعات يعني بيبقى عندنا كده بعض التجاعيد حوالين العين، تمام؟ مهما احنا حطينا ميك اب تحس ان هي بتكتر اكتر، بتزيد او بتظهر اكتر في الميك اب. ما عشان احنا مش حاطين الحاجات اللي نهيئ بيها البشره الاول. ها، يعني طبعا في كريم بيبقى لتحت المنطقه تحت العين عموما عشان خاطر يتهيئي البشره للكونسيلر واللوز باودر، احنا بنحط حاجات كتيره فمش بتستحمل المنطقه دي، حساسه جدا وبتكون ضعيفه، يعني مش بتستحمل ان احنا نحط عليها كذا حاجه. فكل ما تهيئي البشره كل ما النتيجه تطلع كويسه يعني. طبعا طيب هنا بغمق الروج شويه عشان بس يبان. حلو. طب لو قلت لك دلوقتي ادي نصيحه لكل البنات اللي بتتفرج دلوقتي علينا وبتحط ميك اب، لو قلت لك قولي لهم نصيحه ازاي يحافظوا بيها على بشرتها، تقولي لهم ايه؟ طبعا لازم تختار الغسول المناسب ليها بعد الميك اب، لان هو الميك اب عموما ما ينفعش كل يوم، لازم يتحط بطريقه صح قبل اي حاجه وتحط مناسب لبشرتها. ما ينفعش طبعا اي حد يقولنا على اي حاجه نجيبها ونجربها، كل حاجه يعني كل بشره وليها حاجه، حلو جدا. فلو هي حطت المناسب ليها واهتمت بنظافه بشرتها بعد ما تخلص الميك اب او بعد المناسبه بتاعتها مش هيحصل لها مشاكل. كويس جدا. في مثلا يعني لو في بنات مثلا بتبقى صاحيه الصبح عندها مناسبه او عندها خروجه او عندها رايحه شغلها، بتبقى عايزه تهيئ بشرتها بالليل قبل ما تروح، قبل سوري قبل ما تنام، اوكي، على اساس ان هي تصحى الصبح يكون وشها في نضاره، هو ممكن تحطي الترطيب، ايه؟ الترطيب والكريم الليل، يعني في كريمات بتبقى متخصصه لفتره بالليل بتعمل ان هي يعني بتعمل تجديد خلايا البشره، يعني لو هي حطيتها بشكل صح او اختارت المناسب ليها
فبتجدد خلايا البشره فتره الليل دي كلها، وبتبقى بشرتها مستعده لاي حاجه تعملها فيها. طب وبالنسبه للزيوت اللي هي الطبيعيه اللي الناس بتحطها دي، هل ليها فايده يعني ولا؟ الزيوت الطبيعيه، هو اه بصي بس حسب مثلا البشره حطي زيت لوز حلو. طبعا هو تحفه، زيت اللوز الحلو، بس طلع بقى كمان الجوجوبا اه وزبده الشيا الجوجوبا والحاجات بتحط على البشره برضو. الجوجوبا بتحط على البشره، وفي كمان اللي هي زبده الشيا حلوه جدا، بس الفكره ان احنا نحط الحاجات دي تكون حاجات موجوده في مكان مضمون، لان في منها كتير قوي مش مضمون. بصي فوق يا حبيبي، فلازم نجيب حاجه مناسبه، وفي نفس الوقت لو بشرتنا دهنيه قوي ما نحطش حاجه دهنيه عليها قوي بالليل، يعني ممكن نحط كريمات للبشره الدهنيه عشان ما تعرقناش اكتر فتره بالليل. حلو جدا. انا هنا بحط لها برونز كده بسيط عشان يدي ضي، تقريبا احنا انا كده 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 خلاص، خلصت. احنا كده خلاص خلصنا. طب ايه كده ما ادي شاء انا الله زي خلصت. القمر. نوري بقى الساده المشاهدين الجمال اللي انت عملتيه بقى في الاخير خالص ده، ما شاء الله. هو لا طبعا بجد احنا تسلمي. المفروض في مثبت ميك اب بيتحط في الاخر، تمام. فبيكون سبراي، بس انا مش هرش لها عشان ما بوظلهاش الدنيا. هو سبراي ده بيخلي المسام تقفل فتره المناسبه او الفرح او الوقت اللي هي هتقعد بيه في الميك اب، حلو. فبيقفل المسام ما بيخليهاش تعرق خالص، ولو عرقت بتعرق بنسبه 20% مثلا، اللي هو ما يبوظش الميك اب اللي احنا حطيناه مش يعني، بيسيحوا بمعنى لا اصح يعني، خالص بيفضل ثابت لحد بالظبط. الاخر وطبعا ده فعلا. بنحطه اكتر للعرايس او عندها مناسبه هتقعد فيها فتره طويله. طب حلو جدا. انا بجد انا اتشرفت بيكي حبيبتي ميرسي. ونورتيني. اتفضلي. طيب اقعدي اتفضلي. نورتيني حبيبتي نورتيني بجد، ميرسي. ونورتي الدنيا النهارده معانا في البرنامج. واكيد في ناس كتير قوي بتتفرج علينا النهارده استفادت من الحلقه، واستفادت من كلامك، واستفادت كمان من النصايح بتاعتك. واتمنى ان شاء الله ان احنا يكون لنا حلقات تانية إن اخرى شاء الله عشان نقدر أكيد. نفيد الناس على قد ما احنا ايه نقدر إن ان شاء شاء الله الله. يا حبيبتي بإذن الله. آه شكرا ليك يا هاجر، ميرسي نورتيني ذوقك. وطلعتي زي القمر في الاخر. ميرسي تسلم ذوقك ايدي كمان. حبيبتي ميرسي. اعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، للأسف وقت الحلقة معانا خلص معاكم النهاردة. أتمنى أن يكون أسعدكم. استنونا إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة مع برنامج كوني جميلة. السلام عليكم.